وللوقوف على تطورات المشهد في فرنسا على وقع الإضرابات والتظاهرات هناك، طبعا الرافضة لسياسات ماكرون، ينضم إلينا عبر سكايب السيد عبد السلام حاج بكري. أهلا وسهلا بك سيد عبد السلام. أهلا فيكم بسادة مشاهدي تلفزيون الرافدين، حياكم الله. بعد إقرار قانون التقاعد، نقابات العمال الفرنسية تدعو للتصعيد، و هناك إضرابات متوالية في أكثر من مكان، وماكرون يصر على تمرير القانون من ناحية أخرى رغم هذا الرفض الشعبي، كيف تصف المشهد؟ يعني ماكرون بوضع حرج وفي أزمة حقيقية يعبرها بصعوبة أو يحاول التعامل معها لتجاوزها وإن كان بصعوبة، يعني منذ بداية حركة الاحتجاجات التي قامت بها السترات الصفراء أو ما يسمون الجليجون هون في فرنسا منذ عام 2019 حتى الآن، وهي مستمرة بصيغة ما، حتى الآن يعبر أزمات متعددة، مشاكل متعددة يحاول التعامل معها وتجاوزها بأقل الخسائر الممكنة. ماكرون يحاول الآن في هذه الفترة تمرير قانون التقاعد الذي ترفضه غالبية الطبقات العاملة في فرنسا، حتى منها تلك التي تعمل بوظائف إدارية عالية المستوى، عالية الدخل، عالية المنصب، وبشكل عام كافة الشرائح هناك نسبة عالية ومرتفعة منها ترفض هذا القانون. ماكرون أو الحكومة الفرنسية التي تتحدث باسمه أو الإليزية أحيانا يقولون أن عملية تمديد سن التقاعد حتى ال 64 عام سيوفر للحكومة الفرنسية ما يقدر ب 18 مليار دولار سنويا، هي تدفعها لصندوق التقاعد في فرنسا، وهذا المبلغ مع مبالغ أخرى جمع بعضها من خلال السنوات السابقة، أعاد بعضها للخزينة خلال السنوات السابقة، و من خلال خطوات إضافية سيقوم فيها في مشاريعه اللاحقة بعد تمرير قانون التقاعد، سيحاول توفير المزيد من الأموال للخزينة الفرنسية التي تعاني حتى الآن وفق آخر الأرقام ولست متأكد من صحتها تماما من 3000 مليار دولار، وهذا رقم هائل كبير جدا يصعب على الحكومة الفرنسية التعامل معه دون إجراءات قسرية صعبة يتحمل بعضها الشعب الفرنسي، إضافة للموارد الفرنسية الأخرى التي تساهم في موازنة الدولة، والتي الموازنة التي تراجعت مؤخرا بعد انخفاض الواردات من أفريقيا، من دول أفريقيا، ونحن نعرف كثيرا ما تعتمد فرنسا في وارداتها أو في موارد خزينتها على استثماراتها أو عملها بشكل قانوني أو غير قانوني في بعض الدول الأفريقية، وقد تراجع هذا الدور في أفريقيا وأثر هذا على مدخول الموازنة الفرنسية بشكل عام. الآن ماكرون يواجه ويقاتل من أجل تمرير هذا القانون، وهو فشل قبل وفشلت أحزاب المعارضة مجتمعة ومفككة أحيانا قبل قليل بتمرير قانون إقالة الحكومة، ونجح ماكرون بتجاوز المرحلة الأولى وهناك تصويت آخر على حجب الثقة للحكومة. أنا لا أرى أنه في حالة يعني أفضل سيكون، ولن ينجح في تمرير، لن تنجح المعارضة في هذه المرحلة في إصدار أو الوصول إلى قرار من البرلمان الفرنسي بإقالة الحكومة، وعليه أنا أظن أن هذه المرحلة الصعبة وهذه الزوعة سوف يعبرها ماكرون ولكن بخسائر ليست قليلة. نعم، هذه الخسارة التي هي ليست قليلة هي مرتبطة بأسباب جوهرية متعلقة بما تفضلت به، هل من توضيح أكبر لأسباب هذه الأزمة التي قد تستمر بوجود ماكرون أو بغيابه، لأنها مرتبطة بأسباب موجودة هناك، حتى أنه وزير أو محافظ البنك المركزي الفرنسي أصبح يعلق على شماعة أزمة القطاع المصرفي العالمية، يعني هناك مجموعة من الأسباب قد تكون داخلية وقد تكون خارجية. تماما كما قلت، يعني وكما تحدثت في البداية، أنا هناك جملة أسباب دفعت كثير من شرائح العاملة وغير العاملة في فرنسا للخروج متظاهرة ومطالبة بتعديل بعض القوانين وبتخفيض الضرائب وغيرها. ماكرون منذ فترته الرئاسية الأولى وهو يسعى لرفع الضرائب على كثير من
القطاعات في فرنسا، مثلا أسعار استخدام الطرق، أجار استخدام الطرق، مثل السجائر، مثل بعض المواد الاستهلاكية التي يرى أنها رفاهية أو ترى حكومته أنها مواد ترفيهية، لذلك تسعى لرفعها. هذه الخطوة جلبت عليه معارضين كثر، أتبعها بخطوات أخرى منها قانون سن التقاعد. إضافة إلى ذلك، تمر فرنسا مع باقي دول العالم طبعا في أزمة حقيقية الآن تتمثل في الحرب على روسيا، والكثير الحرب الروسية على أوكرانيا تتمثل في الكثير من المساعدات التي تقدمها روسيا إلى تقدمها فرنسا إلى أوكرانيا لمواجهة روسيا، وهذا أيضا فرض أعباء إضافية على الموازنة. إذا جملة مشاكل، جملة تراكمت، إضافة إلى الأزمة التي يعاني منها عفوا الفرنسيون في إفريقيا وانحسار الدور الفرنسي في إفريقيا، هذه المشاكل المجتمعة زادت وتفاقمت أو تراكمت بوجه ماكرون الذي الآن بات يلاقي صعوبة شديدة في تخطي بعضها خطوة خطوة وبصعوبة كثيرة، وكما قلنا بخسائر ليست قليلة، وهو قد لا ينجو منها في النهاية إن أقدم على خطوة إضافية تزيد هذه المشاكل وتزيد معاناة الفرنسيين. نعم. سيد عبد السلام، نعم سيد عبد السلام، باختصار لو سمحت، هل تعتقد أن ما يجري هو فرصة ذهبية لأي انتخابات مقبلة لليمين المتطرف الذي يقوده ماري لوبان؟ طبعا اليمين المتطرف الان سلمت قيادته لشخص اخر غير ماري لوبان، ولكن اليمين المتطرف انا ارى انه سيتواجه في المرحله القادمه مع اليسار المتطرف المتمثل بميليانشون، وارى ان انحسار الدور حزب ماكرون وحزبه سيؤدي الى ارتفاع القطبين المتطرفين، اما اليسار واما اليمين، وهما يتطابقان في العديد من القضايا، يتفقان في العديد من القضايا ولا سيما باتجاه روسيا، ولكنهم داخليا يختلفان. ولذلك أرى أن في المرحلة القادمة إذا ما فشل ماكرون في إصلاح ما تورط فيه في الفترة الماضية من بعض القرارات التي يعني حاول تطبيقها، سترى الفرنسيين يعني يتأرجحون ما بين اليمين وأقصى اليمين وأقصى اليسار. نعم. وهذا نعم. هو المستقبل في حال فشل ماكرون في تجاوز العقبات التي تعترض. شكرا لك سيد عبد السلام حاج بكري، كنت معنا عبر سكايب.